أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بصعود جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المصريين والعرب، وسجل رأس المال السوقي مستوى 715.4 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اك 30 بنسبة بلغت 1.4% ليغلق عند مستوى 11305 نقاط وخمس نقاط. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 1.83% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة. وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت 1.66% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة. للمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف حسام عيد، خبير أسواق المال. كيف تقيم أداء البورصة اليوم؟ أهلا بك، تفضل. أهلا بحضرتك أستاذ مشاهدين. طبعا زي ما تابعنا في جلسة النهاردة، شوفنا في صعود للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الاي جي اكس 30 بأكثر من 116 نقطة، مدفوعا ومدعوما بمشتريات المؤسسات العربية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي في جلسة اليوم، واستطاع أن يغلق بالمنطقة الخضراء وعند مستوى 11305. وأعتقد أن المؤسسات العربية يعني دخلت أو فتحت المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي بعد أن شهدت تراجعات حادة في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، الأمر اللي دفع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم إلى الصعود. أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد شهد أيضا أداء إيجابي في جلسة اليوم، وقدر ونجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو مستوى 1860، وأغلق عند مستوى 1886 مدفوعا بالأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء بالأسهم الصغيرة والمتوسطة. طيب أستاذ حسام، يعني هذا الصعود وهذه النظرة الإيجابية في البورصة اليوم، في المستقبل القريب هل ستستمر؟ يعني استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالأسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسي للمؤشر الرئيسي والمؤشر السبعيني، أعتقد أن دي نظرة إيجابية وبتوحي أو ده إنديكيتور أو مؤشر للأمان واستقرار حدة الأزمة الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية بصفة عامة، وكان مصر ليها نصيب من هذه الأزمة، وشهدنا تراجعات حادة في بداية الأسبوع، وأعتقد كانت مستويات السعرية للأسهم القيادية يعني جاذبة جدا للشراء. طيب أستاذ حسام، حضرتك ذكرت نقطة في غاية من الأهمية وهي تأثير وتداعيات وظلال الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسواق العالمية بصفة عامة، ما حدودية تأثيرها على السوق المصري والبورصة المصرية؟ يعني اعتقد ان في مؤسسات ماليه الاجنبيه كانت بدات مع بدايه ارتفاع حده الازمه، شفنا في اغلاق للمراكز الماليه بالسوق المصري بسوق المال المصري، واعتقد ان كان مديها دافعه قويه جدا نحو الهبوط بالمؤشر الرئيسي، واعتقد ان المؤسسات الاجنبيه يعني في استعاده مستويات مراكز الشراء بتاعتها، اعتقد ان هنشوف في اداء ايجابي وهتنعكس على الاسواق العالميه بصفه عامة في البورصة المصرية والأسواق العربية، ولكن يعني المؤسسات الأجنبية اتجهت نحو البيع مع بداية ارتفاع حدة الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا والبدء في تحركات عسكرية ما بين البلدين. نعم، أستاذ حسام عيد خبير أسواق المال، أشكرك جزيل الشكر.